قررنا نشتغل على الليد كون المدينة مهمشة بالفلسطين، فلسطينية مهمشة ما عليها كمان خلينا نحكي حوار ونقاش زي مثلا مدن زي يافا في الداخل وحيفا. احنا بنحاول ننتج معارض فنون بصرية مربوطة ببحث تاريخي مجتمعي مختلف، وكمان مع مسارات موجودة في المدينة اللي بتقرب من الجمهور للمدينة. عملة تومارية من حشائش خضراء اصطناعية عشان تقول انه المدينة الحدائقية هي مدينة اصطناعية. التخطيط المخطط البريطاني هو مخطط اصطناعي. لو جابت التراب تبع الليد اللي كله فيه بذور وحطته جوا الفضاء المعرض عشان ينمو، فهي بتحكي عن مقاومة البذور، الطبيعة تبعت الليد كيف بتقاوم مخططات كولونيالية زي مطار الليد.